يعني في ظل الحصار وعدم توفر منافذ لوصول الأدوية، نعاني من نقص شديد في الأدوية والأدوية الدائمة، ونعاني أيضا، وهذه رسالة أقترمها لشباب اليمن بأن يتبرعوا لمرضى سرطان الدم ومرضى الثلاسيميا ومرضى الأنيميا وكل أمراض الدم. زي كل الناس يعني ما بيش أدرى أزمة بترول وأزمة وعلاجات ما بيش أدوية، كله ضغط ما تفعل.